اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن علاء، السؤال اللي سالته لحضرتك قبل الفاصل وقلت لحضرتك، هل مستوى منتخب مصر الفني في دور المجموعات كان بيدلي بالبشاير ان مصر هتعاني فنيا في الادوار الاقصائيه، ممكن مصر ما تكملش للمباراه النهائيه ولا لا؟ مش من دور المجموعات بس، من الماتشين اللي قبل دور المجموعات كمان يا كابتن. يعني انا بحاول اجيبها لحضرتك بشكل لطيف، حضرتك صدمتني اكتر. من قبل انا كنت متعاطف مع راجل جدا، خلي بالك، وهو كان عامل حاله في الدوري المصري، يعني هو حضور المباريات كلها ومدي امل للاعيبه المنتخب مصر كلها، للاعيبه الانديه كلها. قلت الراجل ده ممكن يعمل حاجه. اول ما اختار الاسماء ولعب الماتشين والدين، قلت اتصدمت بصراحه يعني. ويعني كنت بحاول اظهر واقول للناس، يعني طبيعي يا كابتن لازم حضرتك تتكلم بشكل ايجابي. يعني طبيعي. انا غير الواحد قاعد في المدرج، يعني الناس عايزه تكسب لا، انا ليا وجهه نظر ثانيه خالص. فطبعا الاداء بتاعهم في المجموعه، بالرغم ان احنا خدنا العلامه الكامله اللي هارونا بيها تمام، لكن منظر الاداء فنيا ضعيف حاجات كتير. طب يا كابتن ممكن تقول لي كده شويه علامات من الضعف الفني اللي حضرتك شفته؟ نمره واحد، فرقه ما بتعرفش تبتدي الهجمه من ورا. تمام. يعني فرقه ما بتعرفش تنقل تبني هجمه من الخلف كده، زي لعيبه الكوره، زي الفرق الافريقيه اللي شفناها كلها، تك 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 تنقل قدام. تمام. فرقه بتبقى كسبانه 1-2-0 الشوط الاولاني و45 دقيقه ما عدتش نص ملعبها. طب هتنقل الكوره امتى؟ فرقه بتلعب ما بتعرفش تلعب تحت ضغط، يعني مثلا لما تبقى في فرقه في نص ملعبها بتدافع ما بتعرفش تنقل عشان في زياده عدديه، ما دي عايزه مهاره لعيبه، عايزه تسليم وتسلم، وازاي اهرب وابل زميلي واحد جاي من هنا واحطها له هنا عشان ده يهرب من هنا. ما فيش حاجه خالص، ما فيش ولا ضربه ثابته استفادنا بيها غير واحده محمد صلاح بس اللي جت فيها هدف. الكورنر دي اللي جت، اللي هي لا الكره الضربه الثابته اللي هي اللي لعبها محمد صلاح، جاب فيها هدف في اخر مباراه وفتحت لينا المباراه بعد كده. ده مجهود يعني فردي طبعا، تمام؟ لكن التركات بقى اللي راجل لعيب كوره وعارف التركات اللي هي في الكورنر في الفاولات ما فيش حاجه خالص. ما فيش ضربات، ما هو ده بيوريك التغييرات اللي بتتعمل غريبه الشكل، غريبه يعني. ليه بتغير ليه ومصمم على ناس معينه ليه؟ ما هي الحاجات دي كلها خلاص خلصت. لكن الدليل انت بتقول لي انت يعني قلت ليه الفرقه وحشه؟ ما فيش في ثانيه يجي اقول لك انت ما بنعرفش ننقل من تحت، لما بنجيب هدف والتاني مش بنعرف نعدي نص ملعبنا 45 دقيقه، ضربات الثابته ما فيش اي حاجه خالص، ما فيش سمات الفرقه البطوله. عمر الفرقه اللي بتاخد بطوله دي بتبقى عايزه تجيب جون واثنين وثلاثه. انت بتجيب جون والموضوع الكهرب بالنسبه لك. طب ازاي انت بالحاله في ثانيه يجي فيك جون في لحظه يجي فيك جون؟ انت ستر ربنا الماتشات اللي كسبتها كلها كميه اجوان راحت من الفرق اللي بتلعبك غير طبيعيه. صح، اجوان غريبه اللي في العرض مش عارف ايه. زيمبابوي وماتش الكونغو، اعتقد كل الماتشات اللي منتخب مصر لعبها وماتش اوغندا كان فيه ماتشات كبيره جدا، وجنوب افريقيا بعد ما جابت الجون جون تاني مليون في الميه. صح الشناوي كابتن شال واحده كمان رهيبه. ما انا بقول لك يعني الشناوي، بص هم خمسه اللي عملوا البطوله دي، الشناوي، طارق، احمد حجازي، طارق حامد، محمد صلاح، تريزيجيه، هم الخمسه اللي تقول عليهم عملوا يعني لعبوا يعني بانوا كده. اربعه يا كابتن. لا ليه؟ احنا قلنا خمسه، الشناوي واحمد حجازي وطارق حامد وصلاح وتريزيجيه. خمسه. طب يا كابتن عايز يعني طب اقول لحضرتك حاجه، اتفضل. معلش، اخر 10 دقايق بعد ما جابوا الجول بتوع جنوب افريقيا، انت شفت اداء منتخب مصر عامل ازاي؟ بالظبط فرقه شركات تيك من ورا شلوت، اوبا ديك. ايه ده يا جماعه؟ ده ما هو ده المؤشر. طب يا كابتن الناس بس تفهم يعني ايه لعب الشركات، عشان انا فاهم لعب الشركات ده لما تكون الناس عارف انت يعني بقى الشركه لما الموظفين بتوع الشركه بيلعبوا. ايوه خد بالك، والناس يا عيني ايه يعني عنفنيتهم على قدهم شويه. طب ماتشات اعتزال زي بعض. ايوه ماتشات اعتزال بالظبط كده يا كابتن، او ناس مبطله يعني ناس عايزه تلعب تتبسط كده. أيوة. شويه كابتن علاء عايز اسالك سؤال فني دلوقتي يا كابتن. احنا شفنا في افريقيا 2019 ان الفرق او المنتخبات اللي ما عندهاش اسامي كبيره بتعرف تادي. طيب هل ده شغل مدربين ولا شغل لعيبه؟ علشان خاطر دلوقتي الحلقه المفقوده، ان هل المدير الفني بقى شيء مهم جدا
في الكرة الحديثة ان هو يعرف يطور اداء لعبته، يعرف ان هو يحفظهم التكتيك، يحفظهم الامور الفنية، يحفظهم ازاي يبقوا تيم ورك مع بعض. ولا لو عندك فريق كويس ومدير فني على قده او مدير فني مش قوي فنيا، لا اللعيبة تقدر تشيل المدير الفني. دلوقتي في الكرة الحديثة اني قاعدة اللي ممكن نطبقها؟ لا انا شايف فرق افريقيا الاثنين تجمعوا مع بعض، مديرين فنيين عاليين جدا. بس بالظبط كده انا بتسمعك عشان خاطر منتخب مدغشقر متفوق، منتخب اوغندا مع ديسمبر متفوق، بنين، كونغو، كل الفرق الافريقيه اللي ما عندهاش نجوم اللي احنا كنا بنسمع عنها. اتفضل يا كابتن. انا احترمت جدا الراجل بتاع مدرب جنوب افريقيا ده، اراك كويس قوي، اراك كويس قوي، لعبك ولع وخلاك كده. بس احنا كابتن اي حد يقرانا كابتن، معلش لا 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 بس الراجل ده عمل مباراه عمره قدام مصر، ده واحد قاري كويس قوي، قاري كويس قوي. انت بتعمل ايه يعني؟ فده المدير الفني. لكن المدير الفني بتاعنا لا ارى فرقتنا ولا ارى الفرقه الثانيه، يعني ما تعرفش هو كان عايز يعمل ايه بالظبط يعني. فلا المديرين الفنيين كان ليهم دور كبير جدا. جمال بولماضي بتاع الجزائر، راجل على المستوى النفسي انا شايف الراجل ده، كل لاعيبه الجزائر لو تلاحظ بيجيبوا جون بيطلعوا على الدكه. الراجل ده قدر يجمع 23 لعيب، 23 احسن من بعض. الراجل ده لاعب الفرقه كلها. هل ممكن نقول ان احسن جيل في تاريخ الجزائر هو الجيل الحالي؟ انا قلتها بس كابتن قلتها يعني. بص يعني الجزائر من اول 45 دقيقه تقدر تقول الجزائر دي هتوصل النهائي. هو مصر من اول 45 دقيقه لازم تقول الفرقه دي هتطلع من دور الشوط. شوف ماتش الجزائر والسنغال يا كابتن، من احلى ماتشات البطوله. انا كنت بنهج وانا بتفرج على الماتش، من احلى ماتشات البطوله. وماتش الكاميرون ونيجيريا تقريبا 3-2، كاميرون ونيجيريا 3-2، نيجيريا كسبت 3-2 منتخب الكاميرون. تمام، من احلى ماتشات البطوله. يعني في فرق بتبان لك اللي دي، لا الفرقه دي فرقه بطوله. ما الناس قاعده فاهمه، الناس قاعده شايفه منتخب كل بلد بتلعب، ده كويس ده وحش. لا الجزائر من اول 45 دقيقه باين ده فريق محترم. طيب السؤال التقليدي اللي بيتقال في كل البرامج، حضرتك راجل فنيا كنت موجود وماسك منتخب مصر وحققت، وبالتالي المدرب الوطني بيحقق نتائج افضل من المدرب الاجنبي. حضرتك اكيد عرفت السؤال. الاثنين المدربين اللي موجودين في النهائي مدربين، ده سنغالي وده جزائري. هل حضرتك شايف ان المدير الفني المصري افضل للمنتخب المصري والمنتخبات العربيه، ولا المدير الفني الاجنبي يجي بفكر محترف بفكر متطور يعرف يطور الكره المصريه من حيث المنتخبات؟ واحنا مستعجلين ليه قوي على الموضوع المدرب؟ مش عارف يا كابتن والله، انا بسمع كابتن بجد والله العظيم. احنا اقول لحضرتك حاجه، اقول لك مثال صغير كده. يعني كنت خدت الموضوع ده بكابتن جوهر رحمه، بيتك اتحرق، بيتك اتحرق. تمام، هتعمل ايه في اول حاجه تعمل ايه قبل ما تجيب عفش جديد؟ كنت اقول لك انا بفكر في العفش قبل ما بفكر في ان احنا ازاي نرمم البيت اصلا. يعني وضب البيت بتاعك. واخد بالك، شوف الحرايق دي جت منين، هل الكهرباء بتاعتك بايظه، هل هنا الميه مثلا عملت ماس مع كهرباء، بتشوف وتصلح وترمم وتجدد خالص وبعد كده بقى العفش. طب انا بيتي اتحرق ليه يا كابتن؟ بيتك اتحرق لان كل حاجه بايظه من اول الناشئين تحت لغايه فوق. احنا يا كابتن عندنا بطوله مهمه جدا في شهر 11، امم افريقيا تحت 23 سنه المؤهله بتاعت المنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي. فلازم وانا بقولها لك بصراحه وعلى مسؤوليتي، اهتموا بالمنتخب والجيل ده. خلاص الجيل ده جاب اخره، مش هتاخد اكتر من كده يا عمر. الجيل الحالي اللي هو الجيل الحالي. عشان الناس بس ان انا لا الجيل الحالي مش هتاخد مش هتاخد منه اكتر من كده، ده اخره. فحضرتك بتطالب ان احنا نهتم بالمنتخب الاولمبي، نهتم بالمنتخب الاولمبي بما تحت بقى. ممكن يتم اضافه بعض العناصر من المنتخب الاول المشارك، الخمسه اللي قلت لك عليهم. الخمسه اللي قلت لك عليهم. طب ما فيش حد اتظلم من اللعيبه اللي ما اتاخدتش ممكن تروح؟ يعني رمضان، صالح، كهربا. انا عشان كده قلت لك ايه، مقارنه بالاسماء اللي موجوده دول موجودين. دول بيبقوا احسن. لكن احنا بنتفرج على ماتشات الدوري يا عمر، برضو ما فيش اللي يفرق معنا دي، ما فيش اللي يفرق معنا. لو قاعد يبقى طب يا كابتن علاء، مش ممكن يا كابتن عملية الكراسي الموسيقية، مع احترامي الكامل للمدربين اللي بيلفوا على الدوري اللي هم الثلاث اربع اسامي، ممكن يكون السبب في عدم تطوير مستوى اللعيبة؟ مش عايز اترى واحد يطلع. لا يا كابتن علاء، ده حضرتك حبيبي يا كابتن علاء، ما اقدرش. احنا بنلمس احنا قلنا في حريقة في الأوضة الفلانية.
اللي هي ايه عدم الاهتمام بالنت تمام. في حريقه تانية في حاجه ثانيه في المسابقات المسابقه اللي بتتعمل لا تخدم الدوري المصري تمام ولا تخدم المنتخب الوطني. في عندك في الاوضه الثالثه في عندك في مناطق بتدير الكوره في مصر في ناس فيها في المناطق ب 30 و 40 سنه قاعدين بيشتغلوا مش معقوله كفايه حرام احنا لازم يحصل لنا كل مره كارثه عشان نقول هنعمل وهنعمل وهنعمل. نفسي واحد بدل ما كل يوم روشتة الاسماء اللي هتمسك منتخب مصر. طب يا كابتن الاسماء دي يا كابتن الاسماء دي اجباري ولا اختياري؟ يعني لازم كل واحد والعلاقات بقى كابتن والله العظيم يا كابتن ده حاجه يعني حاجه تضحك. انت بتقول كده اذا كنت كابتن حاجه تضحك يعني انا كنت مستغرب ده واحد منزل روشتة اقول لك القايمه قريتها واخد بالك يا جماعه اكتب روشتة كده سلمها وزير الشباب والرياضه قول له عيوب كره القدم في مصر ايه الناس اللي بتحب بلدها عايزه بلدها تبقى كويسه في الكوره. قول له يا جماعه نعمل كده الاول نصلح الجمعيه العموميه ونصلح اللوائح اللي موجوده أيوة ونصلح أيوة 1 2 3 4 عايزين نصلح ده وبعدين بقى نفكر في المدير الفني. اي مدير فني هيجي قبل منتخب باسبوع هيبس. هو في مدير فني في مصر النهارده ما اعرفش لعيبه مصر مين؟ صح مفيش. انا ممكن مش انت ممكن عمر لو قالوا لك امسك منتخب مصر ما انتش عارف اللي هنا فلان وهنا فلان وهنا فلان وهنا فلان هجمعهم واخش العب بيهم صح. ليه كل همنا عمالين ندوه الناس مين اللي هيجي يمسك منتخب مصر عشان الناس تليه ليه؟ هاتوا قولوا يا جماعه عايزين نصلح الكوره في مصر غيروا لوائح غيروا ما شفنا في حاجات كتير غلط في سلبيات كتير جدا 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 لازم بقى نقف بقى وقفه كويسه عشان كابتن مع كامل الاحترام والتقدير لكلام حضرتك انا بتكلم كمان ان احنا في السنين الاخيره احنا اخر بطوله او اخر انجاز حصل كان 2013 مع منتخب الشباب بعديه ما عرفناش نتاهل الى اولمبياد بعد كده ما عرفناش ناخد بطوله شباب بعد كده ما عرفناش حتى يعني كان وضع الشباب يا كابتن وضع الناشئين في المنتخبات الوطنيه مش بتكلم على الامور الفنيه الامور الفنيه ناس محترمه جدا لكن يا كابتن الاسباب واتحاد كره القدم كان مش مهتم بالجدر من تحت. انا اشتغلت في قطاع الناشئين في 3 سنين عمر صح كابتن شفت بلاوي زرقاء صح ورحت واشتكيت وعملت ولا الهوى لا حياه لمن ولا الهوى. واحد بقول له اللعيب ده فلان عضو كبير بقول له اللعيب ده مزور ورقه اهو يقول لي يا عم ماليش دعوه روح النيابه. قول له النيابه قول له روح النيابه نعمل ايه في النيابه تمام قول لي اعمل ايه انت بتقول قاعده ناشئين انت فوق ال 100 مليون انت فوق ال 100 مليون عندك مواهب عظيمه ازاي انت تعمل تركيزك الكبير على ان المواهب دي تستمر وتطلع. انت كل اتحاد الكوره اهتمامه الاول بمسابقتين الدوري الممتاز ولا المنتخب الاول خلص الموضوع على كده اعمل بقى اللي انت عايزه بعد كده. كابتن علاء شايف يا كابتن علاء ان اختيارات المنتخب او اختيار الاجهزه في المنتخب الافضل حضرتك لما كابتن جوهري جه قال انا الجهاز الفني بتاعي 1 2 3 دلوقتي الامور كابتن علاء تضحك عليا يا كابتن بس قول لي بس تضحك عليا يا كابتن بس مش طب اسالك بس مش الوالد ماسك منتخب الشباب قول له انت جبت جهازك انا اقول لحضرتك هو دلوقتي المدير الفني بيروح المدرب العام بيروح والمدرب المساعد بيروح والمدرب الحراس المرمى بيروح والاربعه ما يعرفوش بعض طبعا هم نجوم وناس محترمه أيوة. جدا صح يا كابتن لكن هم ما اشتغلوش مع بعض قبل كده ما فيش كيمياء ما بينهم وبين بعض في شغل سابق قبل كده قول يا كابتن عارف الترابيزه دي حلو تمام انا المدير الفني انا الرئيس المدير الفني اهو النائب بقى يقول له ايه المدرب العام ده بتاعنا ماشي تمام يجي الراجل التاني يقول لا بص المدلج ده بتاعنا ماشي الاداري بتاعنا ماشي الجهاز اتحط خلص الموضوع على كده انت بقى بتضحك ليه دلوقتي صح؟ والله يا كابتن الموضوع يا كابتن يضحك والموضوع للاسف يا كابتن عمر اصل انا في المطبخ وعارف انا الحمد لله لا بسعى لحاجه وانا الحمد لله بقعد ما عشان كده كابتن حضرتك عمرك ما هيتكتب اسمك في الروشيتا ايوه انا بقعد الحمد لله عارف اللي عايز انا ولا مش عايز عشان كده اسمك يا عمري ما هروح لحد اقول له اعمل لي ولا اكتب لي ولا الحمد لله يعني تمام عشان كده انا في مصداقيه بيني وبين الناس انا والله العظيم يا عمر والله لو اهتمينا ولازم الناس تقتنع ان في وقت هيتاخد عشان نقف على حنه تاني في وقت هيتاخد عشان ما يبقاش في استعجال فما تستعجلش وتعمل عمليات كوارث اكتر اهتم
واقنع الناس اللي انت شغال صح عشان خاطر الثمار يبقى كويس. انك انت عندك مواهب كويسه قوي او اهتم بيها واصرف عليها وهتلاقي مدربين محترمين. طيب واعمل مدربين المحترمين. لو ده كابتن قطاع ناشئين، ناس في مصر واخده فكره ان الجيل طول ما هو صغير اجيب له مدرب اي كلام، او اجيب له مدرب لسه مبتدئ ما يعرفش ان الناشئ الصغير ده محتاج نجم بمرتب محترم علشان اللي بعديه لما يستلم منه ما يتعبش، ياخد لاعب عنده الاساسيات كره القدم. هل الكلام يا كابتن ده بيطبق في مصر ولا لا؟ معلش اي حد بيبطل خد انزل امسك سلافه ماشيين. حلو قوي، تمام. مش عيب ان هو يبطل، مش عيب ان هو يشتغل في الكوره، لكن تمام. ممكن يساعد. المشكله بقى في نفس المدرب. هو مش هدفه اللي هو يبقى في الناشئين، هو دخل القطاع عشان عينه كله على الفريق الاول. حلو، يعني هو بيشتغل تمام عشان خاطر يبقى عايز يبقى في الفريق الاول. هو مش مهتم بالقصه، هو بس حط رجله في المكان نفسه. تمام، لكن لو كل مدرب زي ما انت بتقول تملى عينه بمرتب كويس زي ما انت بتقول وتحاسبه عشان يوم ما هتقول له النتائج وحشه او الاداء وحش او سلوكك وحش او اهتم على كلمه سلوك دي. تمام صح، تمام. لو 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 هتمشي هيشتغل كويس، لكن انت بتدي له ملاليم. تمام، بالتالي اللي هو بيفكر اللي هو عايز دخله ضعيف ومش قادر يصرف على بيته، فبيضطر يعمل ايه بقى؟ اكاديميات بقى او يشتغل بقى هنا ورايولات ومش عارف وبيد ايده هنا والقصص اللي انت عارفها دي. فالموضوع موضوع فعلا محتاج علاج. يعني نفسي حد كده اللي نعمل نخبه ونطلع نقعد مع المسؤولين الرياضه في مصر نقول لهم يا جماعه هو ست الوزير انا من برنامجك اهو عمر، انا عندي استعداد اروح اقول له انا مش عايز ابقى في حاجه خالص عشان ما حدش يقول لي انا بعمل كده. تمام، انا نفسي وزير بس يقعد مع الناس يقول كرة القدم فيها ايه؟ المشكلة مش مشكلة مدير فني. كابتن عندنا نجوم يا كابتن، لو قعدنا معاهم كل واحد المشكلة يا جماعة والله ما مشكلة مدير فني المنتخب مصر، المشكلة في حاجات كتير قوي قوي. المسابقات يا كابتن شايف ان احنا ممكن نستعين بأحد الخبرات الأجنبية في إدارة مسابقة الدوري المصري؟ وليه لا؟ وليه لا؟ طب التحكيم شايف ممكن نستعين بنفس الخبرات الأجنبية ان احنا اتنين أجانب مش اجنبي واحد، اتنين اجانب. اتنين اجانب. اتنين اجانب. طب رايح حضرتك يا كابتن، ممكن الموضوع ده يعني لو طبعا عندنا في مصر ممكن نستفيد منه، ممكن ان احنا نطلع بايجابيات نتعلم. اصل كابتن مش عيب ان احنا نتعلم، والدولات الدورات العربيه عملوا كده وماشيين بشكل رائع جدا، وقدروا ان هم يسحبوا البساط من تحت الدوري المصري وبقوا هم متفوقين علينا في عدد المشاهدات وعدد المحترفين والمدربين والنجوم اللي موجود. هل ده كابتن حل ولا احنا نكمل زي ما احنا بشويه نصايح ممكن الدنيا تمشي وتبقى كويسه؟ بص، في اماكن معينه محتاجه قرار. حلو، تمام. مش عايز اجل مباراه، طب ماشي ناجل مباراه تيجي في الاخر تدفع الثمن والانديه تعترض والانديه والحاجات دي كلها. حاجات كتير قوي محتاجه قرار، محتاجه حسم. لما المدير الفني الاجنبي واسال الوالد صلاحيات الاجنبي تفوق المصري بمليون مره. بيحترموه يا كابتن في مصر قوي، بيحترموه قوي قوي. الحكم الاجنبي اللي بيجي ثلاثه لكن المصري يبقى خمسه. واخد بالك؟ فانا عشان كده حضرتك بيحترموه قوي، تحس كده مقدس كده حاجه كده. انتوا بقى بتعملوا كده خلاص. لكن في حاجات في عمر بجد، يعني في حاجات ديفوهات جامده جدا جدا في منظومه كره القدم. فعلا جه الوقت اللي احنا لازم نصلحها بجد. لازم الناس اللي تيجي تحب بلدها بدون مقابل. صح يا كابتن. بدون ان انا جاي عشان ابقى انا بحزن قوي لما مدربين يطلعوا يقول لك انا جاهز لان امسك منتخب مصر وانا عيب عيب. انت ليك اسمك، تقعد برنس في بيتك واللي عايزك يجي لك لغايه عندك. طب يا كابتن موضوع الدور ده يعني هيجي امتى على الناس؟ يعني امتى يا كابتن موضوع ان كل واحد ياخد الدور بتاعه ياخد فرصته كنجم؟ يعني كابتن علاء نبيل دلوقتي واحد من نجوم الكره المصريه، لاعب ومدرب وراجل عنده خبرات سابقه في التدريب. كابتن علاء هيجي امتى فرصته ان هو ياخد الفرصه الكامله علشان يدرب منتخب مصر او يكون موجود في جهاز منتخب مصر؟ ليه دايما يا كابتن ما بنعملش عمليه الروتيشن؟ ليه يعني هو كابتن فلان مشي شويه وهجيبه تاني شويه هجيبه تالت؟ لما الكلام انت بتقوله ده لما
مدربين الدوري الممتاز يعني. صح كده. يبقى هي كابتن لما مدرب واحد يمسك في 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 الدوري ثلاث فرق يبقى خلاص وصلت خلاص. لما وقع 30 مدرب يمشي في الدوري الممتاز دي كارثه. ما دي من الحاجات برضو لازم تتحط. ما لازم اللي جاي ده يا جماعه لازم نشوف السلبيات اللي فاتت دي كلها ونتكلم فيها. بس في سؤال صعب بس مش هساله. طب قول. لا قول قول تفرش معايا. شايف مين يا كابتن ممكن الاصلح والانسب لرئاسه الاتحاد المصري لكره القدم علشان يساعد؟ انا مش بقول هنا مش مع عصايه سحريه ولا هيجي يقلب الدنيا كلها، بس يساعد على كلام حضرتك على شويه نصايح من الناس اللي موجوده في الوسط الرياضي، ان هو يخرج من الكره المصريه من السلبيات الكتيره جدا جدا لسلبيات قليله جدا جدا جدا. اولا لازم يبقى شخصيه كاريزما. أيوة. حلو قوي. احنا هنقول مواصفات مش هنقول اسامي. لا حضرتك يعني شخصيه كاريزما يقعد علاقات كويسه جدا لسيطره على المجلس. شخصيه قويه. شخصيه قويه لها علاقات كويسه تمام. عينيه مليانه شبعان. لازم يستعين بشباب ولازم مش صحابه. ايوه. لا ده انت خدتها من على لساني. مش صحابه. لا الشباب اللي يجي ما يبصش اللي هو يشغل صحابه. يعني الشباب اللي يجي يشتغل بمفهوم الناس الكبيره ان انت ايه تيجي انت شغال في المكان ده لازم ابدع فيه. لازم اراعي ضميري كويس قوي قوي في اللي انا لما الاسم يتحط على الترابيزه مش ده عشان صاحبي اروح زقه. طيب هل تجربه محمد فضل في البطوله هتخلي الدوله اتجاهها ان شاء الله ان احنا بقى نعتمد فعلا على الشباب اللي حضرتك بتقول عليهم دي، وان محمد فضل كشاب لازم نجح طبعا كمدير بطوله في شكل وتنظيم واداره بطوله. هو طبعا فضل مشكورا عمل مجهود كبير جدا وانا يعني بحييه جدا يعني. بس برضو ما ننساش برضو للدوله قامت بدور كبير. انا بقول لحضرتك اتجاه الدوله. أيوة. انا قلت لحضرتك قبل ده. أيوة. هل كابتن محمد فضل ودوره ان هي الدوله جربت واحد من الشباب اللي يقود وبالتالي اتجاه الدوله الفتره اللي جايه لازم او هيكون ان شاء الله على الشباب؟ لازم 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 يبقى في ميكس جامد جدا بين الشباب والناس الخبره والناس النظيفه. يعني مثلا يعني انا اللي اعرفه دلوقتي انا بقرا مثلا مش عارف فلان اعتذر فلان اعتذر فلان اعتذر في شخصيات مش ما بتطلعش على الساحه. يعني انا اقول لحضرتك حاجه، انا فاكر كويس قوي الفتره اللي مسك فيها الاستاذ جمال علام الاتحاد. كان في اصعب اوقات كره القدم في مصر. انا على يدي بقى كابتن. صح. انا بابا كان المدرب المنتخب في الشباب ما كانش فيه دوري ما كانش فيه مفيش حاجه خالص. عارف يا كابتن احكي لحضرتك ان كان من كتر الازمات اللي كانت موجوده كان دكتور اشرف صبحي كان مدير هيئه السد القهري. فكان في بعض الازمات الخاصه ببعض الامور الماليه في ايجار السد القاهره، فكان كابتن ربيع بيروح مشكورا او دكتور اشرف صبحي مشكورا كان لما كان كابتن ربيع بيروح له كان بيوافق له ان المنتخب يتمرن مفيش مشكله. فكابتن الهدف حضرتك عارف معسكر الهدف يعني محذوف قد ايه وان مفيش امكانيات، كان بياخد المعسكر كان بياخد اللعيبه هناك وما كانش في امكانيات ماديه، لكن يا كابتن عملوا حاجه يعني عملوا حاجه بجد ونجحوا دوره لعب والمسابقة وفي بطولة افريقيا اتحققت في 2013 برافو عليك. وراحوا كاس عالم وهم اللي اختاروا الجهاز بتاع كوبر والحاجات دي كلها في يا كابتن شويه حاجات ايجابيات عملت. انا بقول لحضرتك ايه في انا يعني انا مش عارف في اسماء كتير بس انا الراجل ده معلق معايا يعني انا الفتره دي انا كنت قلت الله كره القدم الله يرحمها خلاص الراجل ده حيا كره القدم الجديد. صح. سبحان الله يا كابتن يعني سبحان الله سبحان الله يعني جه من بعيد جدا والراجل ربنا كرمه وبقى موجود ونجح. في مثلا في مجموعه معالة برضو من الشباب ومن الناس الكويسه. انا افتكر برضو اللي كان ماسك منطقه القاهره الاستاذ ابراهيم القصاص في منتهى الاحترام. راجل شبعان وراجل عنده فكر وراجل نظيف وعنده قدره اللي هو يقود. ليه احنا بندور دايما على ان اسماء معينه ونخش ونروح بقى خلي بالك برضو حته جمال عمال اللي قلتها دي فمش مش معقوله صوت مركز شباب يساوي صوت النادي الاهلي ما ينفعش. انا نفسي يا كابتن الموضوع يبقى مختلف ازاي انا مش عارف لكن انا عايز الموضوع ما يبقاش كده. 50 نادي فقط لا غير لهم الحق في تصويته للجمال العمال ملهاش حل غير كده ملهاش حل. طب يا كابتن ما نحاولش نصعبها كمان شويه علشان تبقى الاصوات من ذهب دوري ممتاز يعني يا كابتن ما اعرفش يعني انا مش عارف الموضوع يبقى عامل ازاي بس لازم نصعبها لازم علشان الموضوع ما يبقاش سهل. هي دي بقى اللي احنا بنقول عليها ايه بقى يا عمر؟ ابني البيت الاول
وبعدين هات المدير الفني ابن البيت بالحاجات اللي احنا بنقولها دي، اللي هو بقى لما المدير الفني يجي يبقى معروف بقى مجلس الاداره اللي هيجي بقى عن صح، عن جمعيه عموميه اعدادها كذا، عن لوائح كذا، عن المسابقه كذا، حاجات كتير قوي. لكن انت كل همك عايز تجيب المدير الفني. ايه ده يا اخي؟ ايه ده؟ شوف البيت بتاعك الاول، شوف الاتحاد الكره الاول اللي هو اللي بينظم الكره اللي خدنا في مصر دي كلها، ايه المشاكل اللي اتحطينا فيها؟ طيب برضه يا كابتن علاء انا هفضل اسال حضرتك على كلمه عمل تطوعي، هو في عمل من غير فلوس؟ انا عن نفسي حتى رئيس الاتحاد، ما هو ده اللي بتكلم فيه، لازم يبقى ليه مرتب. حلو قوي، علشان يكون متفرغ، وكل الاعضاء ليهم مرتبات، علشان الكل يكون متفرغ، عشان كله يبقى تتفرغ بالظبط وتتحاسب ونروح الصبح. ما تجيش بقى تقول لي بقى ايه عشان اصل خلي بالك بقى ايه العامل المشترك في كل بطوله نخرج منها وتحصل مشكله، ايه عامل مشترك؟ هو ايه؟ التيكت، تذاكر، التذاكر في كاس العالم والتذاكر في امم افريقيا. وهو ده العامل المشترك في كل بطوله بنقع فيها، تمام؟ فارحمونا بقى، كل ده في اللوائح، كل ده في اللوائح، حط لوائح عشان انا شايف ان هم لازم كل يوم مرتب ويروحوا زي الناس من 8 ونص الصبح مرتبات الساعه رئيس المنطقه أربعة. اللي بيروح مرتب، رئيس المنطقه يروح بمرتب، عاملين في المنطقه مرتب يا جماعه. المناطق دي منطقه القاهره عباره عن شقه في شارع الشواربي، تمام؟ بتدير كام نادي في مصر؟ طيب في القاهره بس، ومنطقه الجيزه ايه؟ ومنطقه الجيزه، ومنطقه الجيزه خد منهم اوضه مشقه يا كابتن عند نادي الترسانة. يا جماعه لا، ده منطقه القاهره دي تدير انديه يعني في بره الزمالك، اتحاد في اسكندريه، واتحاد ده اتحاد الرئيس ده، تمام؟ اتحاد فرعيه ده يدير المسابقه، ده الدوري الممتاز، و ناس بقى لها 30 سنه شغاله في المناطق. يا جماعه ايه ده؟ ايه ده؟ فين بقى؟ لا هنا بقى المناطق لابد من شباب، شباب بقى يعرف يعني ايه نادي راح يسجل لاعبته، الناشئين، كل نادي على الاقل على الاقل من 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 10 ل 12 فرقه في دوري الناشئين، شوف الاعداد قد ايه، بسيستم، شباب بقى متفتح متعلم، تمام؟ غيروا من المفهوم بقى، غيروا من المفهوم يا جماعه، بالشرط بقى اللي احنا خد المنطقه بتاعت القاهره دي اعمل لهم مكان تاني واشتغل طب ما يجمع يا كابتن المناطق اللي موجوده، منطقه الجيزه ومنطقه القاهره، فهمنا كده محترم، مبنى شيك كده يعني، في مكاتب، في حاجه يعني زي حضرتك قلت حاجه ادميه شويه كده. طبعا يعني خد لهم مبنى، خد لهم مبنى، ما يعني يجمعهم. خلي بالك برضو الاستاذ ابراهيم القصاص كان واخد ارض في منطقه بدر وكانوا بيبنوها وبيعملوا ملاعب هناك والحاجات دي كلها، تقريبا شغال لسه في الموضوع. طيب يا ريت الموضوع شغالين، انقل المنطقه دي تدير لك انديه القاهره كلها، النادي حتى الفريق الاول في النادي الاهلي بالقيد بتاعه بي 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 بالحاجات دي كلها. انت الاتحاد الكوره دي تفرغ لحاجات اكبر من كده، لكن المشكله عندك اللي انت عايز تحط ايدك على كل حاجه، فلان رئيس المنطقه ده تبع فلان، رئيس المنطقه ده تبع فلان، لا اصل ده عنده 20 صوت، لا لا ده عنده 15 صوت، ما هي بتدار كده. وبقى انا اصل ما يعني طبعا يا كابتن هي بتدار كده، كل بتدار كده. انت عايز تمشي رئيس المنطقه ده عنده عم 20 صوت، ده انت بتهرج ولا ايه؟ لا يا عم استمر. ولما يحب بقى يمشي واحد يقول لك يا اصل بدل 8 سنين، طب اشمعنى انت بتحارب على 8 سنين وبتاع المنطقه ما بيحاربش على 8 سنين؟ صح. لا بجد انا الفتره اللي فاتت دي شفت حاجات عمر، بجد انا حزين على اللي بيحصل في الكرة في مصر. وقت يا كابتن حضرتك كنت موجود فيه كانت الامور افضل في اتحاد كره القدم؟ كانت شبيهه، كانت شبيهه، بس انتوا كنتوا بتحققوا بطولات، كنتوا كان الجو العام او الجو المحيط بحضرتك والكابتن الجوهري والجيل اللي كان موجود كان يعني الى حد ما جو صحي افضل. الكابتن الجوهري كان قوي طبعا، كان قوي طبعا. انا عايز الجهاز ده، عايز الجهاز ده، فترة الإعداد كذا، عايز الإعداد ده. أنا النهارده بأمارة إيه اللي أنا النهارده ماتشات يوم البطولة 21 وآخد اللعيبة قبليها بأسبوعين يعني إيه ده؟ عامل يومهم إيه؟ ولاعب بيهم ماتشين. كابتن جوهري يا كابتن قبل كأس عام 90 لغى البطولة يا كابتن. وقبل بوركينا فاسو ما إحنا رحنا بطولة الـ LG وجينا لعبنا هنا في أسوان ولعبنا 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 وعملنا تكتيكات معينة في ماتشات معينة عشان نشوف ممكن ده يحصل ينفع ولا ما ينفعش، ورحنا جاهزين مذاكرين والبلد كلها والإعلام ماشيين في اتجاه واحنا ماشيين في اتجاه تاني خالص. طيب بس بدون ذكر أسامي وبدون خوض في تفاصيل، هل تعرضتم في موقف إن أنتوا لعيب حصل منه مشكلة وكابتن الجوهري أخذ قرار إن هو يستبعده
او يرحلوا، وكان في تدخل من اتحاد كره القدم والكابتن جوهري يعني استسلم لكلامهم؟ عكس، انا احكي لك موقف بدون ذكر اسماء يا كابتن. بدون ذكر اسماء، لاعب رحلناه من المالي تمام. خلي بالك اللاعب ده حبيبي جدا ولسه بقابلنا قريب وحبيبي جدا، بس الشغل شغله تمام مظبوط كده يا كابتن. رحلناه من المالي، احنا وصلنا مالي الساعه 4، الساعه 8 كان انا ما لحقش يا كابتن. خد بالك، ما انا اوريك برضه القياده. لما لغايه النهارده كابتن جوهري الله يرحمه الله يرحمه وانا احنا الاثنين الوحيدين اللي في مصر عارفين اللعيب ده اترحل ليه. احترام يا كابتن، احترام 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 لخصوصيه هو وسمعه اللاعب تمام. اذا اللعيب في يوم من الايام كان معانا وكان ليه اهداف معانا وعمل ماتشات عاليه جدا، ولكن هو في فتره هربت منه. دور الاب بقى هنا، دور الاب ان هو يقوم اللاعب تمام. انت ابنك غلط هتطرده ورا البيت؟ لا، لازم يا كابتن اعالجه يا كابتن، لازم ان انا اقف معاه واديله موقف علشان ما ده اللي حصل في الموقف الاخير في منتخب مصر. على اي اساس استبعدت؟ وعلى اي اساس رجعته؟ وعلى اي اساس قلت هيبقى في المعسكر بس؟ وعلى اي اساس لانها في الماتش اللي بعده؟ فين التضارب ده؟ عروستي ده عروستي يا كابتن. طيب، نيجيريا في اول 3 دقائق متقدمه على منتخب تونس 1-0. نيجيريا منتخب محترم يا كابتن، منتخب اعتقد ان هو فرض نفسه بشكل كبير جدا قوي تطوره مع البطوله. وبعدين يا كابتن كمان ان هم بداوا يبنوا جيل جديد للكره النيجيريه علشان خاطر يعيد امجاد الكره النيجيريه من جديد. كابتن، هرجع مع حضرتك تاني للبطوله. شايف ان مين من المنتخبات لفت نظر حضرتك، او مين من المنتخبات اللي ما كنتش حضرتك تتوقع ان هي تبقى بالمستوى الرهيب او المستوى الممتاز او المستوى الممتع وفعلا ادوا، وفي نفس الوقت مين من المنتخبات حضرتك كنت متوقع انها تبقى جامده قوي وخسرت حضرتك؟ انا كنت متوقع الجزائر والسنغال وتونس والمغرب. اربع فرق دول حضرتك توقعت ان هم يكونوا في المربع الذهبي ولا اربع فرق ان هم يكونوا؟ لا، تونس لا. يعني حضرتك توقعت نيجيريا. حلو، والله توقعت نيجيريا وتوقعت الجزائر وتوقعت السنغال. حلو، والثلاثه كانوا موجودين في المربع الذهبي. الثلاثه موجودين، والثلاثه كده بنسبه كبيره ممكن يكونوا 1-2-3 تمام. ف في فرق زادت مع البطوله. مدغشقر راي حضرتك فيها ايه؟ انا قلت ده حصان لسه بتاع البطوله. طب رايك في اوغندا مع دي صبر؟ فرقه كويسه صح، فرقه كويسه. فرقه دي انت مش كسبتها اخر ماتش 2-0 وبنين، فرقه كويسه جدا. اقصى المنتخب المغربي، المدربين عاملين شغل كويس قوي مع اللعيبه. ده اللي بتكلم فيه يا كابتن. بص يا عمر، افريقيا اتغيرت بالظبط، افريقيا اتغيرت بقت لاعبين ومدربين يا كابتن، لاعبين ومدربين وناس بروفيشنال. وما بتشوفش افريقيا دلوقتي في انت شفت في حد بيعترض في من اللعيبه بتاعت افريقيا ولا كان زمان ويروح على الحكم مش عارف ايه؟ خلاص يا كابتن، كله اتغيرت، كله بقى محترف، ياخد القرار واقف ساكت وبيلعب. ضربات الثابته بالنسبه لهم، كان زمان يجي له ضربه ثابته على 18 ولا بينت كنا نقعد نضحك على عم طلعها بره عشان النهارده بسم الله ما شاء الله من اجمل الاجوان اللي جت افارقه اللي جايبينها. فاعتقد ان منتخبات افريقيا عشان كده بقول لك هنلاقي صعوبه الفتره اللي جايه عشان نقف على حنا. بالتطور اللي احنا شفناه من فرق افريقيا خلال الفتره دي انت هتاخد وقت. ولازم الناس تعرف كده. صح، ما انا عشان كده بقول لحضرتك ان الموضوع هيبقى بالنسبه لنا، وكويس ان هو جه دلوقتي يا كابتن، يعني كويس ان هو دلوقتي قبل تصفيات كاس عالم جايه. وده دور الاعلام يا عمر. اشرحوا ان الناس عندنا يعني البطوله جت عندنا لازم ناخدها، رحنا كاس عالم لازم هنجيب كاس عالم ونرجع، ما عندناش. انا جبت موضوع البطوله ده، ناس كانت متفائله جدا، الناس كان عندها امل كبير يا كابتن. بص يا كابتن، خلينا نتفق ان كره القدم دي هي يعني الحاجه الوحيده اللي بتبسط الراجل الغلبان. يعني الحاجه الوحيده اللي بتجمع الشعب كله تحت رايه واحده وتحت شعار واحد، هو منتخب مصر وحبه لبلده وحبه لوطنه. غير كده الناس يا كابتن بقى همومها وشغلها واولادها وحياتها. فالناس يا كابتن يعني اخذت الم كبير قوي 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 ما كانش حد يتوقع. وزي ما حضرتك هم بداوا يقارنوا، قال لك 2006 احنا ربنا كرمنا واخدنا البطوله، فهناخدها بقى 2019. مع ان هم يا كابتن ما يعرفوش ان في فارق السماء والارض ما بين القياده الفنيه واللاعبين اللي كانوا موجودين. الجيل اللي موجود كابتن ده كابتن منتخب احمد حسن حضري في حراسه المرمى، وائل جمعه، عبد الصاهر السقا، ابراهيم سعيد، فتحي بركات، عبد الوهاب، سيد معوض، احمد فتحي، عبد الله سعيد، عماد متعب، حسام حسن كان لحقهم، عمرو زكي، ميدو ده فكان واحد. يعني يا كابتن بنتكلم على محمد شوقي في نص الملعب، حسني عبد ربه، ابو تريكه،
اجيال يا كابتن 8 6 8 10 جيل ذهبي. فرق كبير، فرق يا كابتن. ده احنا انا فاكر مباراه، تعالى الجيل اللي كان معانا. اه بقى لا دول بقى يعني الجيل اللي كان معانا. لا احنا الهادي وكابتن سمير كان في الدفاع، حازم امام وعبد الستار صبري واحمد حسن وحسام حسن وياسر رضوان ده لا ده الجيل الثاني، ومحمد عماره وسمير كمونه وعبدالله السقا ومدحت عبد الهادي وهاني رمزي. تمام. الجيل اللي قبله بقى اللي كان مع كابتن جوهر، يا احمد اسمه ده احمد الكاس وشام عبد الرسول وشام يكن وربيع ياسين، تعرفه؟ لا بشب عليك بس. لا جت بس يعني عشان كده بقول لحضرتك الناس كان عندها امل، يعني امل للاسف ان هي تاخد البطوله. وكمان كان في نقاد بيطلعوا يقولوا ان مصر تاخد البطوله، وما يعرفوش ان يعني منتظر منتخب مصر يعني مجهول. طب انا عايز اسالك سؤال عمر بقى، هقوم بدور المذيع. اه اتفضل يا كابتن، انا جاهز. بعد ما ادارات الانديه شافت مستوى اللعيبه في منتخب مصر، ماشي انا كده عرفت خالص، هل ستستمر الاسعار الجنونيه اللي احنا شفناها لهذا اللي في الكلام ده ولا لازم تغير؟ بص يا كابتن، انا لو مسؤول عن الكره المصريه في مصر، او مسؤول عن النادي في مصر، او مسؤول عن الرياضه في مصر، طبعا الناس تقول لحضرتك ده سوق وعرض وطلب، وواحد يطلب فلان وواحد ممكن ما يطلبش اعلان. لكن انا كابتن لو مسؤول، ما فيش يا كابتن الكلام ده. الاسعار اللي احنا بنشوفها والفلوس والمرتبات يا كابتن، المرتبات صعب. مش بس كابتن، مش بس للعيبه، للمدربين. في مدربين بسم الله ما شاء الله يعني بتخش في ارقام زيها زي اللعيبه، ممكن كمان اكتر من اللعيبه. ما دي برضه بناء عليه، ما انا بقول حاجات برضه لازم تدرس بناء عليها يا كابتن، بناء عليه. يعني انا يعني معلش في حاجات ما ينفعش اتكلم فيها يا كابتن، بس في مدربين ممكن يكونوا شغالين في اتحاد واحد، في اتحاد مدرب مثلا منتخب اول، مدرب منتخب اولمبي، ممكن ده ياخد مثلا مليون، ده ياخد 100,000. صح يا كابتن ولا بتكلم غلط؟ فهنا يا كابتن ايه الفرق بقى؟ الفرق ده بقى في ايه بقى؟ الفرق في ايه؟ في ايه يا كابتن؟ في علاقتك جوه الاتحاد. في انت جاي يعني متكين انا عشان تيجي فهتاخد كذا. حلوه يا كابتن، متكين عليك. متكين علينا عشان هنجيبك بس هتاخد كذا. وافق بقى يا اخي، وافق. مش مشكله يا عم، ماشي حالك. بقول لك انا في المطبخ وعارف القصه. والله لازم تتغير يا عمر، والله لازم الامور تتغير، اما ما حدش يزعل بعد كده. لا كابتن احنا مش محدش هيزعل، هتفضل الامور زي ما هي. يعني الامور هتفضل زي ما هي، ما فيش جديد. وانت وحظك بقى تضرب في بطوله ما ضربش عارف ايه، هي النتائج هي اللي. لكن الاساس نفسه مخوخ. كوبر كان عنده بعد نظر؟ لا كوبر كان عشان بقى ايه ده هربطه بحضرتك اللي قلت احنا شعب قلاب. صلاح دلوقتي الله يرحمه كان طيب قوي، بس كده عشان كده لازم يموت، واخد بالك عشان يقول عليه كويس. ما حدش بيكرم هو عايش، كله بيكرم هو ميت. لا بص، كوبر كفنيا انا لا انا امال ليه يا كابتن؟ كرهني فتحنا الفيسبوك وفتحنا السوشيال ميديا ولقينا الناس النقاد والمحللين كبار وكباتنا كبار قال لك كوبر كان عنده بعض نظر، وان الجيل ده ما حدش كان يطلع منه غير اللعيبه دي. وفي ناس لغايه ماتش اوغندا كانت عماله تطبل وانتوا عايزين تاكلوا ولا عايزين تبحلقوا ولا مش عارف ايه، واول ما اتغلبت راحت قلبوا. ماشي يعني خليك على مبدأك، خليك على مبدأك. مش الناس كلها بتقول لك كوبر لا. انا عن نفسي كوبر لا، فقدنا متعه كره القدم. واللي يقول لحضرتك ان كوبر كان عارف ان الجيل ده هو اخره كده، وان دي افضل اللعيبه اللي كانت موجوده فبيلعب على قد الامكانيات. ما كتبش في التقرير بتاعه الجيل ده اخره كده ليه؟ ما كتبش كده ليه في التقرير بتاعه؟ اتحاد الكوره ما عرفش الجيل ده اخره كده ليه؟ طب ما احنا رحنا كاس عالم وكشفنا هناك. احنا عايزين، بص يا عمر، عايزين واحد بيعلم الفتره دي، عايزه واحد مدرب يعلم اللعيبه دي ازاي تبني الهجمه من ورا، ازاي تلعب، ازاي تدافع، ازاي تهاجم، حاجات كتير. او واحد ياخد وقته في التعليم. طيب هياخد وقته ازاي وهو مش بيعرف ياخد اللعيبه اصلا قبل البطولات غير باسبوعين او 10 ايام؟ لا ما تبصش الموسم ده، لا الموسم ده يعني صعب. انا كابتن لسه كنت اسالك الموضوع ده كابتن، يعني انا عن تجربه، انا اول مباراه في الدوري العام انا لعبتها المقاولين العرب والاتحاد في اسكندريه 30/7/2018. يعني 30/7 اللي جاي ده او 28/7 اللي جاي مباراه الاهلي والزمالك في ختام ده. سنه كامله بتلعب دوري، سنه في حاجه كده. انا بسال عليك خلاص، يعني احنا في حاجه كده في الدنيا. يعني يا كابتن المدرب ده محتاج ان هو جدول علشان خاطر يعرف ياخد اللعيبه بشكل كويس يعني، وبوقت افضل عشان يعلمهم. ايوه زي ما احنا كنا عملنا كده، احنا كنا بناخد اللعيبه نشتغل معاها كابتن،
واللي اشتغل معاها وشغل مدافعين واخد بالك جبل وتطلعوا الجبل يا كابتن والروح والروح حاجات كتيره قوي عمر اتعملت. فلازم خلاص انت حظك اللي جيد لك كده علمهم. طب اقول لك مثل صغير، ليه كل الناس كانت متعاطفه مع مدرب دجله؟ مدرب دجله طبعا هو بدا بدايه زي ما الناس قالت بدايه مش جيده، لكن مع الوقت اثبت نفسه واثبت ان هو مدرب محترم. ليه كلنا كنا متعاطفين معاه بالرغم ان هو كان معرض حلو للإقالة ومعدد الهبوط والإقالة كمان؟ ليه كل الناس كانت ورئيس النادي احييه على وقفته معاه، ليه كل الناس كانت متعاطفه معاه؟ لان هم شايفين حاجه بيعلمها للعيبه بيعلمها للعيب عليه. وما كان ايه كان محكوم في 30 لعيب معاه. انت بقى لما تجيب واحد يبقى انت عندك قاعده كبيره منتخب مصر وتاخد اللعيبه اللي انت تقدر تعمل معاها شغلك. انا عايز واحد زي ده، عايز واحد بيعلم بغض النظر بقى على الاسماء بس. طيب كابتن علاء، كلامنا على افريقيا هرجع تاني يعني من حين الى اخر هنروح يعني الكلام بيتفتح، لكن لعيبه افريقيا واللعيبه اللي موجودين في البطوله اللي كابتن علاء اتفاجئ بمستواهم او متعوك بلغه الكوره، وحضرتك كل ما تتفرج عليهم تستمتع وشايفهم واحد منهم ممكن يفوز بافضل لاعب في البطوله، مين هو او مين هم اللعيبه اللي لفتوا انظار كابتن علاء؟ عجبني قوي ديفندر بتاع الجزائر اسماعيل بن نصر. خطير يا كابتن، لعيب عالي قوي. رايك في رياض محرز؟ لعيب عالي جدا طبعا. ساديو ماني لعيب عالي جدا. ادم وناس لاعب الجزائري اللاعب نابولي الصغير في السن اللي كل ما ينزل ده يغير شكل الملعب خالص. حكيم زياش المغرب راي حضرتك فيه ايه؟ كلهم لعيبه كويسين فعلا، في مستوى لعيبه كويسه قوي. بس بقى اللي مزعلني بقى ان ايه، اقرا تصريح ان رياض محرز هو فخر العرب الحقيقي. ده كلمه كنت بقول لك فخر العرب الحقيقي رياض محرز، يعني فخر العرب الحقيقي. احنا مصريين احنا مصريين. ليه كابتن رياض محرز لعيب محترم، محمد صلاح لعيب محترم، ليه بنقلب على اولادنا كده؟ احنا ممكن ننقد ولا زي ما احنا بنقعد بننقد الفرقه المشكله لما ننقد المشكله بس صلاح. في الاخر احنا كلنا صلاح ايه مش فوق النقد بس بادب وباحترام. ايه المشكله يعني ايه المشكله لما انا اقول مثلا لعبد الله السعيد انت كنت وحش في البطوله، ليه لما قابله في لما قابله في حته اقول له عبد الله انت كنت وحش كذا، يقول له يا كابتن انت معاك حق. ليه ما بقاش كده؟ ليه بقى ليه دايما نقلب على نفسنا كده؟ يا كابتن علاء الدوري الانجليزي كلها اسابيع وهيبدا وليفربول هتلعب وهتلاقي القهاوي اتملت ومحمد صلاح صور على الفيسبوك. لا التصريح ده زعلني قوي، اللي هو زعلني جدا اللي هو كابتن رياض محرز الفخر العرب الحقيقي. امال صلاح ايه؟ بصراحة لسه محقق تشامبيونز ليج وراجل. كابتن رياض محرز لعيب نفتخر بيك عرب، محمد صلاح نفتخر بيك عرب، وحكيم زيش نفتخر بيك عرب، واي لاعب عربي بيلعب في دوري انجليزي ومكسر الدنيا نفتخر بيه. هو ليه الجمهور المصري متعاطف مع الجزائر؟ عشان شعب عربي. وليه الجمهور المصري متعاطف مع تونس؟ عشان شعب عربي. الجمهور العربي متعاطف، الجمهور المصري متعاطف مع المغرب عشان شعب عربي. هي دي. لكن ما نقلبش بقى القلب السودا دي، ملهاش اي لازمه يعني. ربنا يهدي. طيب يعني كنت علاء برضو عايز اسالك على السنغال والجزائر، شايف مين مرشح او الكفه هتميل لمين؟ انا عارف ان حضرتك ممكن تكون اكيد كلنا يعني عايزين منتخب الجزائر يفوز بالبطوله، لكن انا شايف ان منتخب السنغال هيكون خصم او منافس قوي وعنيد جدا جدا للمنتخب الجزائري. المباراه دي ليها حسابات خاصه يا عمر. خلاص انت وصلت كل الفرح ده عشان ال 90 دقيقة اللي جايين. فالمباراة اللي جاية دي حسابات خاصة. عوامل نفسية تفوق الفوق 50%، الإرادة والدوافع تفوق، الفنيات موجودة. الفنيات موجودة هنا وموجودة هنا. طبعا. إيه بقى الحاجات اللي بتخلي تفوق عن الفرق عن التانية؟ الحالة النفسية للعيبة، الإرادة بتاعت اللعيبة. على ما أعتقد إن الاتنين متساويين في الدوافع وفي الإرادة وفي الأهداف. عشان كده أنا بقولك المباراة صعبة جدا ووارد جدا وبقوة كمان ممكن السنغال تفوق. ده كان وجهة نظر حضرتك. بس أنا أتمنى نهائي جميل ونتمنى الفوز للمنتخب الجزائري. وأتمنى والله بص احنا في وضع سياسي دلوقتي يعني. احنا دلوقتي مصر هي رئيس الاتحاد الأفريقي. صح. تمام؟ فاحنا كل الاتحاد الأفريقي دلوقتي تبعنا. تمام؟ فأتمنى اللي يبقى نهائي جميل. تمام. مليء بالمدرجات بالجمهور المصري، حفل ختام يتوج بالبطوله الجميله اللي اتعملت والمبالغ الكبيره اللي اتعملت في بناء الاستادات، يبقى نهائي جميل ونخرج نقول للناس احنا عملنا بطوله جميله جدا. تخيل
اللوجو اللي محطوط على القنوات البطوله ما خلصتش دي عجباني جدا. صح يا كابتن، دي روح جميله جدا وروح محترمه. ان شاء الله كابتن حفل الختام لا يقل روعه ولا جمال عن حفل البدايه اللي متعنا بيه ومتع جمهور مصر وكل العالم. كابتن علاء نبيل بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا. شكرا يعني استمتعت بكلام حضرتك وتكلمنا في كلام مهم جدا، ودايما حضرتك بتكون مشرفني ومنورني هنا في قناه الاهلي يا كابتن علاء. شكرا، ربنا يخلي حضرتك. دي كانت الفقره الحواريه الاولى مع الكابتن علاء نبيل. هنروح لفاصل وبعديها هنستقبل الناقد الرياضي اللبناني الاستاذ بلال نصور، ولكن بعد الفاصل.